السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم سنة رابعة، ازيكم في قناة حكايات الدراسات مع مستر أسامة محمود. إن شاء الله النهاردة هنبدأ أول دروس الدراسات الاجتماعية. مادة سهلة جدا، عايزك تركز معايا في كل كلمة هقولها وهتلاقي الموضوع سهل وبسيط. لو أول مرة تشوفنا في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وكمان تبعت لزمايلك عشان الكل يستفاد في قناة حكايات الدراسات. ويلا نبدأ على طول في أول درس أدوات تحديد المواقع. تعالوا كده واحدة واحدة نفهم مع بعض. كلمة أدوات يعني في أداة هنستخدمها عشان نحدد أي مكان على الخريطة. مستر، من زمان هنرجع أكتر من 10,000 سنة، كان المصريين القدماء لما بيجوا يميزوا المظاهر اللي طبعا ربنا سابها لهم زي الجبال أو نهر جميل هنتكلم عنه اسمه نهر النيل، كل ده كانوا بيميزوه عن طريق الرسم. لما أقول لك كده جيب سكتش وارسم لي الشمس، هتقول لي يا مستر سهل جدا، واقدر الونها كمان باللون الاصفر. ارسم لي البحر، هتقول لي مفيش مشكله، ممكن ارسم بحر والونه باللون الازرق. وانت ماشي في الطريق كده ممكن تلاقي صحراء، هتلونها باللون الاصفر. كده انت بدات تفهم يعني ايه كلمه خريطه. الخريطه هي عباره عن رسم توضيحي. رسم ايه؟ توضيحي لسطح الارض. مستر، احنا عايشين في كوكب كبير اسمه كوكب الارض. الكوكب اللي احنا عايشين فيه ده يا مستر ممكن نرسمه؟ اه ممكن نرسمه. طب لما نيجي نفكر نرسم كوكب الارض، اكيد شفتوه في المدارس، عباره عن كره كده اسمها الكره الارضيه. والكره الارضيه دي عباره عن ميه وعباره عن ارض اسمها اليابس. طيب ودي هنتكلم عنها في الدروس الجايه. تمام، ادي كده وليكن ده كده رسم سريع للكره الارضيه. مستر، انا ساكن في شارع، الشارع ده ممكن ارسمه؟ اه ممكن ترسمه. هتعمل شرطه كده وشرطه كده. ممكن اروح اصلي في جامع، تقدر ترسم الجامع؟ اه هقدر ارسمه، لان انا هميزه بحاجه طبعا اللي هو الهلال. تمام كده؟ وادي الاوضه بتاعته. طيب ممكن ترسم كنيسه؟ اكيد، اللي هو طبعا الصليب. كده انا بدات ادخل في دماغك فكره ان الخريطه هي عباره عن رسم. من ايام زمان كان الرسم كروكي. يعني ايه كروكي؟ رسم بسيط جدا، يرسموا جبل، يرسموا نهر، بحيره صغيره. لكن الموضوع اتطور دلوقتي وبقى في اقمار صناعيه هنتكلم عنها، وممكن نتكلم عنها دلوقتي، ان القمر الصناعي ده قدر يدي مجسم او يدي صوره توضيحيه لمصر كلها. لما خدنا الصوره دي من فوق من القمر الصناعي، اكيد سمعتوا عن الصاروخ لما يطلع لفوق، القمر الصناعي ده بقى بيلقط لك كل حته في مصر. فهنا بدأ العلماء ياخدوا لقطات جميلة جدا من صور اسمها صور فضائية. طيب وفي ناس كمان خدت لقطة من صور جوية، ودي هنتكلم عنها في درس النهاردة، جاية من كلمة جوية اللي هيطلع في الجو أكيد الطيارة. يبقى أنا عندي نوعين من الصور، صور جوية وصور فضائية. تمام كده يا سنة رابعة، جيب ورقة وقلم وركز معايا في النقطة دي أوي. انت كده عندك عشان تقدر تحدد اي مكان عندك طريقين، ممكن خريطه ترسم وتوضح بيتك، توضح الشارع اللي انت فيه وتكتب ده شارع كذا. ويلا كده افتح الموبايل وشوف كده كلمه ماب خريطه هتلاقيها موجوده، او اطلب اندرايفر. لما كده تطلب اندرايفر اكيد هتشوف الرسمه اللي انا بقول لك عليها، هتلاقي طرق كتيره وجوامع وكنائس واماكن كلها مرسومه بصوره مصغره. وما دام مرسومه بصوره مصغره يبقى دي اسمها الخريطه. طب انا دلوقتي قدامي البوم صور، البوم صور صور، وانا عندي في صوره بتاخدها من فوق من الجو اسمها صور جويه، وصور تعدي الفضاء فاسمها صور فضائيه بالاقمار الصناعيه. عشان تعرف تحدد مكانك، الطريق الاول اللي هو الخريطه والطريق الثاني اللي هي الصور. طيب نكمل تعريف الخريطه، رسم توضيحي لسطح الارض اللي هي الكره الارضيه كلها او جزء منه، لان انا قلت لك ممكن ترسم شارع، ممكن ترسم مكان صغير زي مدرستك او البيت بتاعك او مستشفى، باستخدام حاجتين رموز والوان. ودي نقف عندها شويه، يعني ايه كلمه رموز؟ كلمه رموز يعني رسمه. انت عندك دلوقتي ارسم يعني ايه؟ اعمل لي رمز وليكن رمز الهلال، فهتروح اعمل لي الرمز ده، اعمل لي رمز الصليب، هتروح اعمل لي الرمز ده، اعمل لي رمز جبل اهو. كل حاجة ممكن ترسمها برسوم جميلة جدا، وأكيد وأنت في كيجي الميس قالت لك ارسم لي شجرة، ارسم لي جبل، ارسم لي هضبة. يلا بقى نشوف مع بعض كده رسم خريطة كبيرة اللي هي خريطة مصر. تعال بقى نشوفها، ويا ترى مطلوب إن أنت تحفظها؟ أكيد مطلوب، تعرف الأماكن كلها اللي فيها، وهنمشيها نقطة نقطة.
اولا البحر اللي انتم شايفينه ده اسمه البحر المتوسط، وفي حلقه قلتها قبل كده ان كلمه متوسط يعني يقع وسط قارات العالم. تخيل معايا كده ان العالم ده عباره عن 7 قارات، ارض كبيره جدا واثنين وثلاثه، 7 قارات، مصر بقى في النص بين 3 قارات، يعني انت في النص بين 3 قارات، فسموه البحر المتوسط لانه يتوسط قارات العالم. وعندك 3 قارات جنبنا، احنا في قاره افريقيا، فوقينا قاره اوروبا، جنبنا قاره اسيا. المهم عندي بحر موجود في اسكندريه ومرسى مطروح، الناس اللي لسه هتروح مصايف. تخيل ان مطروح واسكندريه على البحر المتوسط. في معلومه لازم تبقى واخد بالك منها، انا عملت رمز المدينه بدايره صغيره، هل اسكندريه هتلفها كده في المكان الصغير ده ولا انت كده صغرت المسافه؟ لا، صغرت المسافه، وده دور هنقوله كمان شويه مين اللي بيعمل كده. طيب باستخدام رموز الوان، خلاص كده ده تعريف الخريطه، رسم يوضح سطح الارض باستخدام رموز الوان. يلا انا عايزكم تقولوها كده معايا، رسم يوضح سطح الارض باستخدام رموز الوان. طيب ادي رسمت الخريطه، حلو. هل الخريطه دي كده ملهاش عناصر؟ لما كده مستر العربي بيدخل بنقول النهارده هنتكلم عن درس، الدرس ده يا تلاميذي يا ابنائي ليه عناصر، بيكتب لك عنصر رقم 1، مكونات رقم 2، مكونات رقم 3، وهو ده الخريطه. الخريطه ليها 5 عناصر. اول عنصر بالنسبه لنا اسمه عنوان الخريطه، لانه شويه اسمه ايه؟ عنوان الخريطه. طيب عندنا عنوان الخريطه، تخيل كده معايا ان اول مكون ينفع دلوقتي المستر يدخل معايا من غير ما يكتب اسم الدرس لازم العنوان. ينفع دلوقتي اعرف اسمك من غير ما تقول لي اسمك؟ اكيد مش هعرف، لازم اسالك وترد عليا. الخريطه اللي انت شايفها دي اكيد لو الميس ما قالتلكش او المستر ان دي خريطه مصر عمرك ما هتعرفها. ازاي يا مستر؟ يعني مثلا دلوقتي انت دي خريطه، على فكره الرسمه دي هي خريطه العالم، لان العالم ده عباره عن 7 قطع كده، 7 قارات. طيب يبقى دي خريطه العالم، تمام، يعني ممكن نرسمها بس بشكل طبعا اكبر من كده. طيب احنا عايشين في قاره، كله ركز معايا، اسمها قاره افريقيا. زي ما انتم شايفين كده ادي رسمه قاره افريقيا. طيب اسمها خريطه افريقيا. يبقى انا عندي هنا كل خريطه ليها اسم، اي واحد بيتولد ليه اسم غير التاني، وهو ده اللي عايز اوصله لك. من غير الخريطه عمرك ما هتطلع معلومه، المعلومات الوارده يعني اللي ظاهره على الخريطه بيجيبها منين؟ من العنوان. عنوان الخريطه، بيانات الخريطه او معلومات الخريطه. زي ما بتدخل المدرسه الميس بتقول لك اكتب لي بياناتك، او بتقول لي بابا او ماما. لما بتكتب البيانات بتكتب اسم الاب واسم، تكتب كل حاجه تخصك، هواياتك ايه. انا دلوقتي عندي خريطه جميله اسمها خريطه مصر، عنوانها هو اسمها، الاسم ده خريطه مصر، يبقى معلومات الخريطه هي عنوان الخريطه. كده خلصنا اول مكونات. ندخل بقى على رقم 2 في العنصر المهم، حاجه جميله كده اسمها ورده البوصله. مستر ايه قصه ورده البوصله؟ تعالوا معانا نشوفها مع بعض. دلوقتي انت ماشي في طريق، الطريق ده ماشي طوالي، تمام، وفي واحد راكب عربيه وبيرجع لورا، حلو الكلام ده قوي، وفي واحد مشي يمين وفي واحد مشي شمال. هنا انت عايز تعبر عن حاجه مهمه، الخريطه. انت اكيد وانا فاكر من دقيقتين قبل ما ارسم او قبل ما امسح الخريطه قلت لك ان في بحر اسمه البحر المتوسط، وقلت لك ان في بحر تاني اسمه البحر الاحمر. جميل. هنا بقى هدفك في الحته دي ان انت تعرف الاتجاهات، تعرف البحر ده فين والبحر ده فين. تعال نشوف مع بعض. لو انت ركزت معايا شويه كده هتلاقي ان هنا اتجاه اللي هو طوالي قدام، افتكروا كده راسك فوق، يبقى شمال. تمام. طيب مستر انزل لتحت ان ناحيه رجلك كده، ده اسمه اتجاه الجنوب. طيب انا دلوقتي عايز امشي يمين او عايز امشي شمال، لو هتمشي يمين اسمها شرق. طيب لو هتمشي شمال اسمها ايه؟ غرب. وبكده يا سنه رابعه عرفنا 4 اتجاهات، شمال فوق، جنوب تحت، شرق يمين، غرب شمال. ركز بقى في النقطه اللي جايه دي قوي، البحر المتوسط واضح جدا ان هو فوق، يبقى يقع في اتجاه ايه؟ الشمال. البحر الاحمر واضح ان هو جهه اليمين فيقع في اتجاه الشرق. نحفظ زي اسمنا الـ4 الاتجاهات دول لان في 4 اتجاهات تانيه.
الاتجاهات دي اتجاهات ثابتة أصلية، راسك رجلك يمين شمال، لكن في اتجاهات تانية اسمها اتجاهات فرعية. هتلاقي كده واحد مش عايز يمشي طوالي ولا عايز يمشي يمين، لا قال أنا همشي كده ما بين الشمال وما بين الشرق. طيب الشمال كم حرف؟ 4، والشرق كم حرف؟ 3. تبدأ بالصغير؟ لا طبعا، نبدأ بالكبير، لأن هو ماشي من هنا ومن هنا، فهنبتدي كده الاتجاه ده هناخد الجزء الكبير مع الجزء الصغير، هيبقى اسمه شمال شرقي. القاعدة دي هنمشي بيها في الأربع اتجاهات كلها. يعني مثلا أدي الجنوب 4 حروف وأدي الشرق 3 حروف. طب يا مستر أنا مشيت كده بقيت بين الجنوب والشرق، فبقى اسمي جنوب شرقي. حلو قوي الكلام ده. طب يلا نكمل كلامنا. ادي الشمال وادي الغرب، انا مشيت كده بقى اسمي شمال غربي. انا هسيبكم بقى تحلوا دي كده، هتبقى اسمها جنوب غربي، لان احنا هناخد الغرب والجنوب. طيب في واحد يقول لي يا مستر ما فهمتهاش، هقولها بشكل تاني دلوقتي. اتكلمنا في الجزء الاولاني عن الخريطه، وعرفنا ان تعريفها هي رسم توضيحي لسطح الارض باستخدام رموز الوان، وكمان اتكلمنا في الدرس الاول عن عنوان الخريطه، وقلنا هو المعلومات الوارده على الخريطه. طب يلا بقى نكمل كلامنا ونقول ورده البوصله اللي شرحناها المره اللي فاتت. الاتجاهات الاصليه والاتجاهات الفرعيه، تعال نقولها مع بعض تاني. لو انا ماشي طوال يا مستر اسمها شمال، ولو انا نازل كلمة هرجع لورا معناها جنوب، ولو انا همشي يمين اسمها شرق، ولو انا همشي شمال اسمها غرب. تمام، اربع اتجاهات اسمها الاتجاهات الاصلية، بنعيدهم تاني مهمين جدا يا سنة رابعة. طيب وقلنا دلوقتي افرض انا مش عايز امشي طوالي ولا امشي يمين، انا عايز امشي هنا او امشي كده او امشي كده او امشي كده. لو اول مرة تسمعنا ارجع للحلقة الاولى، هتلاقي كده في الجزء الاولاني اللي انا قلته، نعيده تاني، ان الشمال 4 حروف والشرق 3 حروف، اختار الكبير ولا الصغير؟ لا ابدأ بالكبير ثم الصغير، اسمه شمال شرقي. تمام، يبقى ده اسمه، برافو عليكم، هيبقى اسمه اتجاه شمال شرقي. طيب ادي الجنوب 4 حروف وادي الشرق 4 حروف 3 حروف. طيب انا في النص اهو، تمام، لما انا ابقى في النص كده هعمل زي ما انتم شايفين شكل اكن كده شخص ليه دراعين، الدراعين دول واحد طالع كده واحد طالع كده زي ما انتم شايفين، ادي جنوب وشرق، يبقى انا كده في النص بين اثنين، ايه هما الاثنين؟ جنوب شرقي، برافو عليك. القاعده دي تمشي بقى هنا، هتعمل بردك نقطه كده وتروح عامل كده، هتعمل نقطه وتروح عامل كده، هتسهلها على نفسك. ادي كده في النص بين مين ومين؟ الجنوب والايه؟ والغرب، يبقى اسمه جنوب غربي. تمام، في النص بين الشمال والغرب يبقى اسمي شمال غربي. تمام، لو حبيت اصعب الموضوع شويه تعال نفكر كده ممكن نعمل ايه. ممكن يجي لنا في الامتحان حاجه اسمها الجهه المقابله. يعني ايه الجهه المقابله؟ انت دلوقتي لما تيجي تبص في المرايه بتشوف نفسك، صح ولا لا؟ طب تعالى كده نشوف الشمال قصاده مين؟ انا سامعكم بتقولها صح كده، الجنوب. طب الشرق قصاده مين؟ الغرب. طب عقبال ما تفكر كده معايا، لو صعبنا الموضوع شويه وقلنا دلوقتي الشمال الشرقي هيقابله ايه يا مستر؟ يعني ايه الجهه المقابله؟ يعني الجهه اللي قصاده. هتروح عكس الكلمتين دول، طب عكس الشمال ايه؟ جنوب. طب عكس الشرق ايه؟ غرب، يبقى اسمه جنوب غربي. طب عكس الجنوب غربي شمال شرقي. نفس الكلام هنا، مش دي كانت اتجاه الجنوب؟ تمام، ادي اسمه جنوب شرقي. طب الجنوب الشرقي هيبقى عكسه مين؟ يعكس الجنوب تبقى شمال، ويعكس الشرق تبقى غرب، يبقى اسمه شمال غربي. كده هي دي قصه ورده البوصله. ندخل بقى في نقطه جديده، وهي كله بقى يركز معايا هنا. احنا كده خلصنا ورده البوصله اللي بتبقى على الشكل ده، وكمان خلصنا عنوان الخريطه اللي هو خريطه مصر. ناقص بقى كده مربع هنشوفه في خريطة، وفي أي خريطة لازم نلاقيه، اسمه مفتاح الخريطة. زي كده لما أقول لك ينفع تدخل شقتك من غير مفتاح، هتقول لي لا يا مستر وأنا مش هقدر أفهم الخريطة دي من غير المفتاح.
طب تعالى نشوف المفتاح ده عباره عن ايه. لقينا كده دايره ومكتوب عليها مدينه، حلو الكلام. ولقينا كمان مثلث ومعمول عليه جبل او جنبه جبل. يبقى اول ما تشوف كلمه مثلث او تشوف المثلث اهو، اول ما تشوف الشكل ده اعرف على طول ان هنا في جبل في مصر، وهنا في جبل، وهنا في جبل، تمام. طب افرض دلوقتي شفت دايره اهي اهي، كل ده معناه ان هنا في مدينه. انت عايش في القاهره لكن في عايش في اسيوط، وفي ناس بتسمعني من 27 محافظه. تخيل في مصر في كام محافظه؟ 27 محافظه، رقم كبير اكيد. طيب كل محافظه عملنا لها رمز، كلمه رمز ارجع للجزء الاول معناها رسمه. طيب جمع رمز ايه؟ رموز. وجمع لون؟ الوان. لو انا فكرت كده الون الجبل هفكر الونه بلون ايه؟ الونه باللون البني، تمام. يبقى تقصد تقول ان المفتاح يا مستر هو مجموعه من اتنين، انا سمعتكم بتقولوها، مجموعه من الرموز والالوان. لقينا جبل مرسوم على رمز مثلث، لقينا مدينه مرسومه على شكل دايره. كل حاجه بتلاقي لها رمز والوان اعرف ان انت معاك المفتاح. طيب يبقى مفتاح الخريطه، عيدوها معايا كده طلاب سنه رابعه، مفتاح الخريطه مجموعه من الرموز والالوان. وبكده خلصنا اول ثلاث عناصر، عنوان الخريطه، المعلومات اللي على الخريطه، مفتاح الخريطه مجموعه من الرموز والالوان، وكمان اتكلمنا عن حاجه مهمه، ورده البوصله، ودي اللي بتعرفنا الاتجاهات. تعالى بقى نتكلم عن العنصر الرابع وهو مقياس الرسم. يعني ايه كلمه مقياس الرسم؟ طبعا تعالى نشوف مع بعض كده، ده البحر المتوسط، هل ده طوله الحقيقي؟ لا يا مستر، احنا بنصغر المسافات. يبقى كلمه مقياس الرسم هو ان انا بقارن بين حاجتين. انا قدامي دلوقتي وليكن مثلا رسمه سريعه كده لشجره، هل الشجره دي طولها الحقيقي؟ اكيد لا. طيب الطبيعه اللي هي الحقيقه ودي الخريطه، فانا هعمل مقارنه بسيطه كده، تعال نشوفها مع بعض. وليكن مثلا انت ماشي في شارع، الشارع ده 500 متر، ما بين الشارع والمدرسة 500 متر، هل ال 500 متر هينفع يمشوا في السبورة دول كلهم؟ ينفع يترسموا؟ أكيد لا، صعب جدا. فهنشيل الصفرين دول ونخليها، هنقسم على 100 هتبقى 5 سنتي. 5 سنتي لو جبت مسطرة وعملت شرطة كده سهلة جدا 5 سنتي. يبقى أنا كده صغرت المسافة. يعني إيه صغرت المسافة؟ عشان أقدر أرسم كل حاجة على الخريطة لازم تصغر المسافات. يعني مثلا هل ينفع ترسم الشجرة 3 متر بطولها الحقيقي على السبورة؟ لا. فهتبتدي تصغرها بمقياس الرسم. يبقى تعريف مقياس الرسم المسافه على الخريطه وما يقابلها على الطبيعه. بعمل مقارنه بين حاجتين، بين المسافه الحقيقيه اللي انت شايفها قدام عينك والمسافه اللي على السبوره اللي هي على الخريطه. البحر كبير جدا هنا على الخريطه لكن على الطبيعه حاجه ثانيه. الصحراء كبيره جدا هنا على الخريطه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم طلابي في جميع محافظات مصر؟ ازيكم سنة رابعة؟ إن شاء الله النهاردة هنكمل الجزء الثالث في درس أدوات تحديد المواقع، ويلا بينا نبدأ على طول. اتكلمنا في الجزء الأول عن تعريف الخريطة، وعرفنا إن الخريطة هي عبارة عن رسم توضيحي لسطح الأرض. النهاردة ممكن ترسم عمارة، مسجد، كنيسة. وعرفنا إن أنت ممكن ترسم باستخدام رموز وألوان، تعمل رمز جميل وتلون اللون اللي أنت عايزه. سواء البحر بالازرق، الصحراء بالاصفر، حاجات كتيره هنشوفها مع بعض في الدرس الاول ادوات تحديد المواقع. اتكلمنا عن الخريطه وقلنا ان الخريطه لها خمس عناصر. العنصر الاول عنوان الخريطه، والعنوان هو المعلومات الوارده على الخريطه. انت اسمك ايه؟ هتقول لي محمد. الخريطه دي اسمها ايه؟ خريطه مصر ولا خريطه العالم؟ اتكلمنا كمان عن حاجه جميله ثانيه اسمها مفتاح الخريطه. وقلنا ان مفتاح الخريطه هو مجموعه من الرموز والالوان. عمرك ما هتقدر ترسم اي خريطه غير ما تلونها وترسمها، وكلمه رسم يعني رمز. الثالثه اللي اتكلمنا عنها وهي ورده البوصله، وفكرت بها بسرعه، قلنا فوق اتجاه اللي هو طبعا تمشي طوالي اسمه شمال، ترجع اسمه جنوب، شرق يمين، وغرب شمال. وكمان اتكلمنا في العنصر الرابع لو انت فاكر عن مقياس الرسم. قلت لك قدامك شجره، قدامك عماره، قدامك بيت، تقدر ترسمه؟ اه يا مستر، بس لازم تصغره. اللي بيصغر المسافات ويقارن بين الطبيعة وبين الخريطة هو مقياس الرسم. مقياس الرسم هو المسافة بالخريطة أو المسافة على الخريطة وما يقابلها على الطبيعة. النهاردة بقى في الجزء الثالث كله يركز معايا سنة رابعة، خلاص فاضل نقطة واحدة والدرس يخلص،
درس سهل جدا، لو رجعته معايا امسك الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث، انا مقسمه لك على 3 اجزاء، وان شاء الله هجمع الدروس كلها في فيديو واحد. بالاضافه ان الحصه الجايه هيبقى فيه تدريبات وعايز كله يركز معايا فيها قوي، وان شاء الله هنبدا على طول في قناه حكايات الدراسات، وركز بقى معايا قوي في النقطه اللي جايه. لو نتخيل ان العالم عباره عن كره اسمها الكره الايه؟ الارضيه. العالم طبعا كبير جدا، فالعلماء فكروا قال لك احنا ازاي ندرس كل بلد على حدة، يعني ايه البلد دي والبلد دي والبلد دي، بلاد كتيرة. تخيل ان الارض دي مساحتها اكتر من 500 مليون كيلو. فبدأ العلماء يفكروا قال لك احنا ممكن نعمل ايه، ادي وليكن ده خطوط اسمها خطوط الطول، جم يفكروا هنعمل خط بالطول اهو، خط 2 خط 3 زي ما انتم شايفين كده. طب هل الحقيقة دي ده حقيقة ولا ده يا مستر حاجة وهمية؟ يعني ايه الكلام ده؟ انت طبعا عارف ان الكرة الارضية مش هينفع نطلع كرائد فضاء يطلع يقعد يرسم على الارض، لا هو يعمل مجسم، يعمل رسمة جميلة كده ويبتدي طبعا ايه يشد الخطوط اللي انتوا شايفينها. برضك انا عايز افهم اكتر، هو احنا ازاي قدرنا نعمل الفكرة دي؟ من الاخر كده خدنا صورة لقطة جميلة كده هنتكلم عنها، حاجة اسمها الاقمار الصناعية. القمر الصناعي قدر يصور لك الكوكب اللي انت عايش فيه اللي هو كوكب الارض، ويبين لك كل مدينة مكانها فين. انا كل اللي عملته شديت خط كده على مدينة القاهرة، شديت خط كده على مدينة اسكندرية، كل الخطوط دي طلعت 360 خط. تخيل 360، 180 في الشرق و180 في الغرب، عشان كده سموها خطوط الطول. انت طبعا عايز تسأل نفسك ليه سموها شبكة الاحداثيات، لسه لما اخلص لك دوائر العرض. طيب بعد ما عملوا خطوط الطول دي الفكرة بدأت طبعا تزيد عندهم اكتر، قدروا يحددوا مكان كل مدينة ويسموا كل مدينة بخط. يعني احنا مثلا خط 1 بلد زي انجلترا او امريكا، خط 2 خط 3، لحد ما وصل ان هنا 180 وهنا 180. طبعا ما عليكش الرقم، بس عليك حاجة مهمة، ان خطوط الطول مهمتها تحديد المكان، دوائر العرض مهمتها تحديد المكان، في الاخر شبكة جميلة اسمها شبكة الاحداثيات. طيب خطوط الطول انت شايفها افقية ام رأسية؟ ده سؤال مش محتاج ان انا افكر فيه يا مستر، كلمة افقي وكلمة رأسي، كده افقي ولا كده؟ طبعا لو انت ركزت شوية هتلاقي ان خطوط الطول جاية بشكل رأسي، لكن دوائر العرض هتيجي بشكل افقي. نقول تاني، خطوط الطول اهي، لما اجي اقول لك طولك قد ايه هتعمل كده، طبعا انا طولي 170 180 150، يبقى الطول بيجي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يبقى خطوط الطول هي خطوط وهمية. يعني ايه وهمية؟ اتفقنا مع بعض كلمة وهمية معناها هي مش موجودة في الحقيقة، ده انا اللي عملتها. طيب ايه قصتها كمان؟ قال لك خطوط الطول رأسية. يعني ايه رأسية؟ جاية زي ما قلنا كده بالطول، تمام كده؟ دوائر وهمية رأسية. طيب هنا بقى مهمتها ايه؟ تحديد المكان. خلصنا خطوط الطول، موضوع بسيط جدا. يلا بقى نخش على دوائر العرض. دوائر العرض بقى باختصار، هنا العالم اتقسم لاتنين، بدل مكان شرق وغرب بقى شمال وجنوب. العلماء عايزين يكملوا الفكرة، عايزين يقسموا الأرض بأبسط حاجة، لأن أنت عايز تسهل على نفسك ما تصعبهاش. طيب بعد ما عملوا شمال وجنوب قال لك إن الدايرة دي سموها دايرة الاستواء. طيب دايرة الاستواء كده زي الحزام بيقسم الجسم نصين، أنا الأرض قسمتها نصين، نص شمالي ونص جنوبي. طب خطوط الطول بردك مش عايزه تزعل نفسها، قالت احنا كمان لينا خط رئيسي، الخط ده اسمه خط جيري نيتش. لا اسمه ايه؟ جيري نيتش. خط جيري نيتش دي مدينه في لندن، اجتمع العلماء فيها وحددوا ان دي المكان اللي هو المركز اللي هنقسم منه الارض لنصين، لشرق وغرب. نرجع لدائره الاستواء، دائره الاستواء هي هتقسم شمال وجنوب. العلماء حبوا برضك يسموا اسامي جديده، فبدأ طبعا يجي شمال كده يسموا اسم بمدار السرطان، ونيجي جنوب كده هيسموا اسم مدار الجدي. مستر دي عامله زي الابراج؟ اه كده نفس الفكره، هو انا عايز اسمي مسميات هنا ومسميات هنا عشان ما تلخبطش في الكره الارضيه الشماليه والكره الارضيه الجنوبيه، لان هما الاثنين هتلاقيهم عند خط او دايره، معلش دايره 23.5. طيب ده بس ده 23.5 شمال وده 23.5 جنوب، معلكش الارقام بس انا عايز اوضح لك ان العلماء عايزين ايه؟ يرتبوا افكارهم.
قال لك الاستواء ده أول واحدة شمال وجنوب، فوق في مدار السرطان وتحت في مدار الجدي. السؤال بقى اللي شاغل بالك دلوقتي، يا ترى مصر في نصف الكرة الشمالي ولا في نصف الكرة الجنوبي؟ لما جم عملوا طبعا دراسة ولما جه صوروا العالم طلع إن مصر في نصف الكرة الشمالي. أنا سمع إجابتك، يبقى إحنا كده تقع مصر في مدار إيه؟ السرطان. وبكده خلصنا الجزء بتاع شبكة الإحداثيات. لو أنت فكرت معايا كده، شبكة الإحداثيات خلاص بقت واضحة، خطوط بالطول ودوائر بالعرض، بدأت تديك شكل شبكة مربعات زي ما أنت كده كنت بتجيب كراسة وأنت صغير. كده عرفنا مع بعض إن خطوط الطول ودوائر العرض مهمتها واحدة، وهي تحديد المكان بدقة. تعال بقى نتكلم عن حاجة جديدة وهي الصور. عندك نوعين من الصور، صور اسمها صور جوية وصور اسمها صور فضائية. مستر، أنت ممكن تثبت كاميرا كده فين؟ في الطيارة. من مكان مرتفع هتقدر تشوف أماكن كتيرة، بس مش هتقدر تلف العالم كله بطيارة، صح ولا لأ؟ أكيد. طيب يبقى هنا الصور الجوية هي صور يتم التقاطها من مكان مرتفع. طيب بستخدم ايه بقى؟ الطائرات. وكده عرفنا مع بعض ان الصور الجوية بستخدم فيها الطيارات، لكن تعال نشوف مميزاتها ايه. اول ميزة طبعا انها اكثر دقة، الحاجة اللي بتبقى واضحة جدا بالطيارة. ازاي يا مستر؟ كاميرا اجي اصورك كده، اكيد هتبقى ملامحك واضحة، شكلك واضح. الطيارة مهما كانت مسافتها هتبقى زي الصاروخ؟ اكيد لا. لكن لو طلعنا طبعا صاروخ طبعا طلع لغاية الفضاء، اكيد لما يجي يصور هيصور الحاجة صغيرة جدا، ممكن تبقى كتيرة بس مش نفس الدقة، مش نفس الوضوح. يبقى الدقة والوضح والوضوح هتبقى موجودة في أي صور؟ الصور الجوية. يبقى مميزات الصور الجوية، اول حاجة اكثر دقة ووضوح، اتنين انا سمعك بتقولها انها كمان تعطي صورة حقيقية للاشياء. طب الصور الفضائية تعالى نتكلم عنها، يتم التقاطها باستخدام ايه؟ باستخدام الأقمار الصناعية. طب ايه مميزات بقى الصور الفضائية؟ هل الأقمار الصناعية ممكن تلف كوكب الأرض؟ أكيد تقدر يا مستر. طيب يبقى هي لها القدرة على الدوران حول كوكب الأرض. تفتكر هتقعد ساعة ولا ال 24 ساعة ممكن تلف اليوم كله مش هتتعب؟ لأن ده عبارة عن آلة، جهاز. طيب هنا هنقدر منه نلف حوالين الأرض، طب دي ميزة، يبقى الدوران حول كوكب الأرض. الميزة التانية، هتاخد صورة ولا تلتقط عدد أكبر من الصور الجوية؟ أكيد أكتر من الصور الجوية، يبقى أنا كده قدرت أميز بين الصور الجوية والصور الفضائية. تعال بقى نكمل كلامنا وهي أهمية الخريطة. الخريطة مهمة لخمس أشياء. أول شخص طبعا بيستفاد بيها هو أنت، تساعد التلميذ في المذاكرة. أنا دلوقتي فلاح عايز أبيع حتة أرض ليا، فهنا بيجي خريطة كده تتفتح اسمها حيازة الأرض. هنا بتقول لك إيه بقى؟ بتقول لك أنت أرضك بدايتها من فين؟ نهايتها فين؟ زي الشقة بتاعتك، نهايتها في حيطة ما ينفعش ندخل على جيراننا. يبقى هنا الخريطة مهمتها التانية تساعد الفلاح في تحديد ملكية الأراضي الزراعية، أرضك بدايتها لنهايتها. طيب بتساعد كمان رقم ثلاثة الجيش في تحديد المواقع الحربية. طبعا انت لما بتيجي تدرس اي مكان للحرب لازم تشوف فيه جبال، لازم تعرف كده بالقمر الصناعي يا ترى المكان ده ينفع نمشي فيه ولا المكان ده متكسر. كل ده بتحدده الخريطة، بتساعد الجيش في تحديد المواقع الحربية. رقم اربعة، تساعد الطيار والقبطان في تحديد المكان. لو انت طبعا عايز تسافر لما ربنا يكرمك، واللي عايز يطلع طيار اكيد مش هيعرف يروح فرنسا ولا امريكا من نفسه، هيلاقي كده في جهاز اسمه الماب او الخريطة. الخريطة دي بتساعد القبطان اللي هو قائد السفينة، وتساعد الطيار اللي هو طبعا قائد الطائرة في تحديد المكان بسهولة. لما انت تيجي تطلب كده اوبر او اندرايفر او ديدي اي برنامج، هتلاقي كده الخريطة بتظهر لك وبيعرف مكانك فين والمكان اللي انت هتروحه من غير